للشباب. ليك صرنا نخاف منه اكثر من الايفار. ايه ليش بقى؟ فيك تمسكه. اوكي بليز. معروف علي. بليز اذا بتعمل معروف علي. شو بدك انت بيني وبين علي يعني؟ يا صمتي لكل الشباب تحفظوها. يا صمتي لملحم بركات. يا صمتي يا معذبني. الله يا استاذ. رح تحبها كثير، اوكي؟ ما تنق. بيرجع عنا قال ايه لسميرة سعيد، كل البنات بتحفظوها بليز. قال ايه لسميرة سعيد. بيرجع عنا للبنات يا سنيني للسيدة فيروز. لكل اللي بيغنوا انجلش. رح اترك لكم السيدات. اوكي وال لكل اللي بيغنوا انجلش اب تاون فانك لبرونو مارس. يا شباب اسعدوا يا صمتين. اوكي علي بليز رح اطلب منك شيء، حطهم على جنب بعدين بتوزعهم. خلص انا هلا بدنا نشتغل. ليك شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل اكزرسيس نفس غير اللي عملناه هون هذيك المره. بس بدنا نوقف كلنا، سو ما فينا نوقف كلنا هيك. بدنا نجرب نعمل طريقه نوقف هيك ونوقف هيك. وبس تخلصوا بترخوا الايدين والنفس سوا. ايه بدنا نحس انه النفس بده يعبي تحت السره. اوكي هول راقبهم شوي تتعملهم بس ترتاح لحالك. خليكم مجالسين كلكم. التمرين بينعاد ثلاث مرات ورا بعضهم بلا ما تنطروني. يا عنان شدي بايديك، شدي 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 شدي. ايه اكثر وحده. دور التمرين يعني بدوخ؟ لا دور خلصوا هلا بقول لك. هو دور في عمليه الغناء ثلاث مرات؟ ثلاثة، اللي بيعمل ثلاث مرات بوقف. عملت خمسة. انت وعم بتفضي بدك تجربي، اعطيني ايدك شوي. انت مش عم بتفضي. اخر شيء بدك تاخدي محل ما فضي. هلا اكيد بيرجع بيعبى من فوق، بس اول شيء ولازم تحسي بالحركه اللي عم بتصير تحت السره. يلي بيكون مسافر مرت الجاي لما يرجع بياخد التمارين يلي لازم ينعملوا من اصحابه وبيعملهم، واذا مش ظابطين بنظبطهم. اوكي لو على المسرح هلا لسمعتهم. اوكي بس ما فيكم ما تعملوا هول التمارين، لانه كل مره بعملكم تمارين بتجوا بتقولوا لي مدام كيف بنطبق النفس بقلب الغنيه. ما مدام عطيتكم الاكزرسيت اللي ببلشوا يطبقوا النفس بالغنيه، بس اذا انتم ما بتعملوا الاكزرسيسات انا عن جد ما عندي عصا سحريه بتظبط لكم ولا اصواتكم ولا نفسكم. اوكي وانتم عم تطلعوا على المسرح عم تغنوا وانتم عم ينقطع نفسكم، وانتم كل الطبقات ما عم بتريحكم، حتى يلي هن طبقات موجودين بصوتكم، لانه ما عم تعملوا التمارين يلي بخلوكم تريحوا المنطقه ويخلوا الصوت هو السيبار تبع النفس، هو السيبار تبع الصوت. انا هذا الحديث اخر مره بعيده وما رح ارجع عيده، واللي ما بده يعمل تمارينه هو الخسران مش انا. انا ما بقى رح نرفز. كارو البوزيسيون تبع اللوغ دائما بتمسكوا سترو بايد. ايه بس تمسكيها بايد وبايد تعملي كنترول. لا ما تغنوها مش اوكي. ليه بحس ان في لانه الرنه عم تطلع صح وعم بيشل لك كل الشد هالشيء. انيس تو دو غونفلي ان بو لي جو لانه ما معك باي حتى ريزيستانس تصير هون. لا لونغ اي سور لي دون دو با. اوكي كلنا البوزيسيون تبع اللسان. اوكي ما ببلش بالاف بلا نتعب الاول. فيري سوفت. اوكي يا دو سون. ايه مش بس هوا. اوكي نسيم افتح شوي لي زيبول. فوالا اوكي اجريك قربوا النكزه لقدام. اوكي فوالا هلا تو ان بون سوبور بطلت لي على ظهرك. شفت ليش سي امبورطون دافوار اون بون بوستور. اوكي يا عادوا مزبوط اعملوا لي على صوت خفيف ما بدي باور ما في شد على اللسان. الهواء يلي بيقطع بيعمل تريل للسان. اوكي والهواء طالع من البطن. جلسه جلس جلسه لورا بجلسه مش لقدام. يعني مش هالطرف بلا بس انت مزروكه بتعرفي تقعدي هون لتقدر تحطي اجريك بليز. ما تشدي اسنانك بتطلع الره اذا بتعمليها. هذا شو بتفيد بيخنق الهواء جوا. بدك تفكري انه انا عم كب الهواء لبرا
والهواء هو اللي بيخلي اللسان يبرم مش انا. اوكي ستوب، بدي اطلب منكم شغله بليز كلنا سوا لحتى ما نضيع. انا بدي اقدر اسمع شو عم تعملوا. اوكي بس بليز كلكم مجالسين لانه مش معقول اعمل بوليس على التجليسه. يلا جالس كلكم. اوكي ما بدي بالاخر اسمع صوت راس او صوت المقلوب. هيدي لا خليك مجلس بس قوي ضلكم مجلسين. ما بدي اشوف حدا عم يقشط هو عم يعملها. اوكي صوت ناتشرال مش صوت راس. صوت صدر اوكي. نحن قلنا هذيك اليوم انه كنا عم نطلع الرحله واحده وقلت لك ترجع تشتغل على الرحله واحده. ما اوكي رجعي رجع اعمل على الجوا. اوكي وكمل الرحله وما برمت كثير. انا بهمني مضمون لساني يكون لفوق. اوكي لا اللي ما بيزبط بتوقفوا دغري ما بتكملوا بعد مره. يلا